هو الابتعاد عن الدين واعتناق ما سمي بالديانة الإبراهيمية. مشهده الأساسي هو التخلي عن قضايا الأمة وعلى رأسها القضايا العادلة في فلسطين وفي الصحراء الغربية. مشهدها الأساسي هو عدم التضامن فيما بيننا. مشهده الأساسي هو الهرولة نحو التطبيع. مشهده الأساسي هو أن يكون الكيان الصهيوني هو قائد المنطقة العربية بكل أسف وبكل ألم وبكل حسرة. يا الحضور الكريم، إننا في هذه الولاية الفتية والتي أكرمتنا كحركة، حركة البناء الوطني، بأن منحت أصواتها لنا ليصبح لنا عضوا في مجلس الأمة، وأكرمتنا بأن كان لدينا فيها عددا من المنتخبين ومن نواب رؤساء البلديات ومن المندوبين ومن رؤساء البلديات، كما أكرمتمونا أكرمكم الله، كما أكرمتمونا ستجدون جنودا خادمين لكم رافعين انشغالاتكم باسمي عضو مجلس الأمة وباسم أعضاء البرلمان من إخواننا في ولاية أدرار، ابن شيخ باي، ومن ولاية عن صالح المجاورة لكم كذلك حاج عثمان عضو المكتب الوطني المشرف عن ولاية الجنوب في مسؤولية التنظيم والانتخابات، كلهم وكل نواب الحركة وكل أعضاء البرلمان بغرفتيه، كما أكرمتمونا في ولاية تميمون، فإننا نكرمكم بأن نصبح لكم يد عليا ترفع اقتراحاتكم ومطالبكم وصوت عالي يسمع انشغالاتكم ومطالبكم واحتياجاتكم في التنمية، في الصيدلة، في المستشفيات، في المدارس، في كل الاحتياجات التي تحتاجونها، لأن صاحب مول الخير دواء الخير. علمونا والدينا مول الخير دواء الخير. وأنتم السابقون بالخير، استسمحكم إن كنت أطلت عليكم. في هذه الأجواء الدافئة بالمحبة وبالأخوة وبالإقبال رغم الحرارة ورغم الرياح ورغم بدء زحف الظلام على تجمعنا هذا في مسرح الهواء الطلق، أشكر لكم حسن الإصغاء، أشكر لكم حسن الحضور، أشكر لكم تحملكم معنا المشقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي نص دقيقة يتكلم الحاج ليسور في نص دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا جيناكم على جال الجزائر، الجزائر الجزائر، وجيناكم رسالة للشعب الجزائري في التراب الوطني دير علاقات مع الأمن. الدخان كنانا، بلادنا راحوا وبلادنا راحوا، الأدروغ راه ندير حالة، ماذا بينا نعاونوا الأمن ونعاونوا الجيش ونعاونوا الدرك ونعاونوا نسكن، وحنا إن شاء الله ربي يطول عمركم. رسالة أخرى اللي نرسلها للمدير العام، المدير تاع الأمن، إلى رغم الشرطة لهنا يوصلوا له كل الحاجة، يشور مرافق الشيخ النعناع واللي تبعوا يرتاح، راه قال لك سكم الحالة قربها من البلدان، وعد يجي مستشفى يخليوه يجيبوا من العنبة يحطوا في تمرس. والسلام عليكم ورحمة الله.